central SENAC. Il y a 20 ans, l'union douanière et économique d'Afrique centrale IDEAC, notre précieuse organisation d'intégration sous-régionale, est devenue la communauté économique et monétaire d'Afrique. لقد مضى 20 عاما والاتحاد الجمركي والاقتصادي لإفريقيا المركزية إيدياك منظمتنا المجيدة للتكامل الإقليمي قد أصبحت المجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية وهي أكثر من تغيير بسيط في التسمية وهو تغيير ضروري فرضته الظروف إن إقليمنا يجب أن يزود بآلية للتكامل أكثر وضوحا تستجيب للتطلعات المشروعة لشعوب أفريقيا المركزية وهذه التطلعات القوية تهدف إلى التمازج بين الشعوب والتضامن الأكيد للتنمية الاقتصادية والسعادة الاجتماعية وكسب هذا الرهان للتكامل والتنمية فإن منظمتنا المشتركة قد زودت بوسائل ضرورية كتأسيس المؤسسات والوكالات المزدوجة بمهام واضحة وهذه المؤسسات تشمل قطاعات مختلفة ومتنوعة كالاقتصاد والمالية والتنمية الريفية والتدريب والعدالة شعوب المجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية إن منظمتنا مخلصة في التزاماتها المتخذة من قبل رؤساء الدول بالمجموعة وستعمل منذ تأسيسها على بناء فضاء متكامل وسلس لمصلحة الشعوب وهناك مكتسبات قوية وقيمة قد تم تسجيلها في صورة الأسواق المشتركة والاتصالات الجماعية والعملة الموحدة وفي الوقت القريب حرية تنقل المعدات والخدمات والأشخاص وأود أن أضع نقطة شرف على القرارات الأخيرة القوية التي تمثل التعايش والوحدة بين الشعوب في المنطقة كما كان يحلم بها الآباء المؤسسين للاتحاد الجمركي والاقتصادي لإفريقيا المركزية وإنه يتحتم علينا الآن بأن نفكر بطريقة سريعة حول خطوات جوازات السفر الممقنطة للمجموعة وتشخيص مواقع المراقبة حسب الشروط المطلوبة وأود حيال ذلك بصفتي كرئيس دوري للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية أن أحيي بقوة نظرائي على الجهود الطوعية التي يقدمونها دون انقطاع وذلك من أجل تطبيق فكرة التضامن المتناسق والمستدام وإنه من الضروري بأن خطواتنا نحو طريق متكامل تزداد بطريقة بطيئة لكنها أكيدة وجادة وغير منسية ويجب علينا أن نفرح بالتقدم الذي حدث وبالرؤية المستقبلية نحو لواء الأمل وأنا مقتنع بأنه لا يوجد شيء يحيدنا على الطريق المستنير الذي سلكناه والأهداف المشتركة التي اتخذناها باسم السيماك لذا يجب علينا أن نعمل دون انقطاع على التعديلات المؤسسية بهدف جعل السيماك أكثر جدوى وكفاءة وكما أوصينا به أثناء مؤتمرنا الأخير المنعقد في العاصمة التشادية أنجمينا حول تنظيم مختلف المؤسسات التابعة للسيماك التي تعتبر ضرورية وحتمية مقارنة مع تطلعاتنا الكبرى لصالح الشعوب في هذا الفضاء المشترك ويجب علينا أن نكرس بطريقة أكثر لموارد المجموعة من أجل المشاريع المتكاملة التي تسهم في عجلة الاقتصاد لأمتنا والرفاهية الاجتماعية لشعوبنا شعوب السيماك إن بناء الفضاء الاقتصادي المتكامل والسلس الذي ندعو إليه جميعا نفرض مساهمة فاعلة ونشطة لبناء الشباب في المنطقة وعليه أنتهز هذه الفرصة لأشير بأهمية تقوية الرأس المالي البشري
كما يجب علينا حيال ذلك أن نقدم لشباب الإقليم آفاق جديدة للتدريب تتطابق مع التحديات التنمية، وإن مدارسنا ومؤسساتنا الإقليمية يجب أن تكون جميعا حقيقية لتميز ذلك الإنجاز، وذلك من أجل تزويد مختلف الدول بكوادر مؤهلة ومدربة، ولدينا شعور قوي بنظرية الإقليم. إن البرامج الاقتصادية لإقليمنا والتعديل الاقتصادي والمالي للمجموعة الاقتصادية يفرض علينا اختيارا للموارد البشرية المؤهلة، وأسجل بكل ارتياح المقاولات والمبادرات الطوعية للعمل بين الشباب بالمنطقة، وهذه الفكرة الإيجابية توضح بطريقة جميلة لشبابنا الذين تشجعوا بسياسة التنمية الشاملة، وأوجه الشباب بالمنطقة إلى خلق برامج ناجح لفرص العمل التي ستكون أملا للطريق شعوب المجموعة. شعوب المجموعة، إن جميع بلداننا تعاني من مشاكل اقتصادية وأزمات متكررة تجعلنا جميعا نقف وحدة وصفا، وأن البيئة الاقتصادية والأمنية التي نعمل بها تجعلنا بأن نتخذ التزاما أكثر في سلوكنا تجاه مختلف المشاريع والبرامج. وأحيي الجهود المبذولة على مستوى الدول والمشتركة على مستوى المجموعة بهدف الخروج من هذه الحالة المتردية. وفي الوقت نفسه أدعو شعوب فضاء السماك للتسلح بالشجاعة والصبر في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا. تعيش المجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية ويعيش التكامل الإقليمي والإفريقي، وأشكركم. Assermé de courage et de persévérance dans cette phase critique de notre histoire. Vive la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vive l'intégration sous-régionale et africaine. Je vous remercie.